لذلك رشيق الاستقلال الوطني يد شيخ أمود وإبراهيم أجن. ولذلك مؤتمر صمام جاء ليثبت لا يمكن على الإطلاق أن تنتصر ثورة التحرير دون تجسيد مبادئ الوحدة الوطنية الجامعة بين أبناء الأمة الجزائرية. الوحدة الوطنية مبدأ مقدسا يشمل كل الجزائريين، ولذلك جعلوا وحدة الشعب. ثم أيضا لأول مرة ترسم الخريطة الجزائرية الحالية، أي وحدة التراب الوطني. بعد أن أقروا وحدة الشعب جاء الآن دور وحدة الخريطة الوطنية، أي وحدة التراب. ولذلك وضعوا ولايات الثورة. كل الولاية فيها 4 لي زون، كل زون فيها دوري 4 لي ريجيون، كل ريجيون عندها 3 سيكتورات. فهمت؟ نظموا الحالة، نظموا لي كوميسار بوليتيك، نظموا اللي شاف نظام الأولين، اللي شاف النظام، نظموا المسبلين.